في أخبارنا لليلة أيضاً، كشفت بلدة باد نوهايم في غرب ألمانيا النقاب عن تمثال برونزي لأحد أشهر الأفراد الذين أقاموا فيها، وهو المغني الأمريكي ألفيس بريسلي. وعاش ملك الروك أند رول في البلدة خلال تمركزه كجندي أمريكي في مدينة فريدبرغ المجاورة بين أكتوبر 1958 حتى مارس 1960. وتم الانتهاء من التمثال في أكتوبر الماضي عقب شهور من العمل، لكن سلطات البلدة اضطرت لتأجيل الكشف عنه في يناير الماضي بسبب جائحة كورونا. يتزامن الكشف عن التمثال مع مهرجان ألفيس الأوروبي المقام في المدينة، الذي يتضمن حفلات موسيقية وجولات مصحوبة بمرشدين واستعراض لسيارات كلاسيكية. أعلنت منصة فيسبوك عن إضافة خاصية جديدة لتشفير الاتصالات الصوتية واتصالات الفيديو عبر خدمة ماسنجر، حيث بات بإمكان المستخدمين اختيار تشفير محادثاتهم لمزيد من الخصوصية، بحيث لن يتمكن أي طرف ثالث من الاطلاع على المحتوى بما في ذلك فيسبوك نفسها. وفي وقت تستخدم العديد من المنصات الأخرى هذه الميزة، إلا أن حكومات كثيرة ترفض هذا الإجراء الأمني، متحججة بذرائع مثل التصدي للاستغلال أو الاستغلال الأطفال في مواد إباحية أو مكافحة الإرهاب، كما تطالب بعض الحكومات في العالم بترك المجال مفتوحاً للسلطات القضائية لوضع اليد على رسائل وصور ضرورية لتحقيقات في الجرائم.